اهلا بيكم مع الطبيب. مشاكل بتعاني منها السيدات والبنات وهي مشكلة البشرة. كلنا بنبقى حابين يكون شكلنا حلو، كلنا بنبقى حابين ان احنا داخلين خلاص على فصل الصيف بقى المصايف والمايوهات، وكلنا بقى عايزين ما يبقاش فينا ولا غلطة. ولكن في مشكلة بقى بتواجهنا كلنا، وهي ان احنا بنحب نصحى من النوم وشنا صافي وحلو. ممكن تكون سيدة عندها اولاد ما عندهاش بقى وقت تحط ميك اب، او بنوتة راح جامعتها برضو ما عندهاش الوقت ان هي تفضل تحاول تظبط في شكلها، عايزة تصحى تكون طبيعية. بتعاني من مشاكل حب الشباب، في ندبات في الوش، في تحفرات وبيخلي شكل الوش مشوه شوية. كمان في ناس بتعاني من عدم توحد لون البشرة. في ناس كمان بتعاني من مشاكل في شعرها، وشعر بيقع كتير قوي الصيف والشمس وعوامل البحر. طب ايه رأيكم بقى النهاردة ما نسمعش؟ احنا عايزين النهاردة نشوف اي واحد حابب يلجأ او يعني يكون في الحالة الحلوة، او يكون حابة تخلي شكلها حلو وخايفة من اي حاجة بتحصل، اذا كانت بلازما اذا كانت ديرما، ويعني ايه ديرما وبتعالج البشرة ازاي. النهاردة مع خبيرة التجميل دكتورة ميرال هتعرفنا النهاردة ايه اللي هيحصل بس على الهواء مباشرة. يعني انت هتشوفي لما تروحي مركز كوين ايه اللي هيتم معاكي، بتحسي بحاجة ولا لا، ايه اللي بيحصل معاكي. خلينا النهاردة ناخد كل المعلومات دي من ضيفة فقرتنا دكتورة ميرال كمال، اخصائي التجميل واذابة الدهون بمركز كوين. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. ازيك عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ منورانا. كمان بنرحب بنور الحالة موجودة معانا. اهلا بيك يا نور معانا. اهلا بيك. خلينا بقى في البداية نقول لكل اللي بيتفرج علينا النهاردة احنا جايين لكم بالحل. تمام. الناس فعلا بتخاف؟ في ناس وفي ناس، بس اللي ما يعرفش يعني ايه البلازما، ايه التكنيك بتاعها، فبتكون دايما خايفه انها تروح المركز او مش عارفه ايه اللي بيحصل، فدايما بيبقى عندهم مثلا الرهبه ان هم يروحوا يشوفوا ايه الحلول عشان مش عارفين ايه اللي بيحصل في السيشن. طب احنا عايزين بقى نتكلم ونشوف خطوه خطوه. لو هنتكلم الاول عن الديرما. تمام. مش كلنا عارفين يعني ايه ديرما. تمام. فعايزين نعرف منك يا دكتور يعني ايه ديرما، وبعدين احنا دردشنا كده قبلها وقلت لي في مقاييس وفي ارقام، يعني مش كل بشره ليها طريقه، في ليها طريقه معينه، فايه يعني التكنيك في الديرما بمعنى اصح؟ الديرما دي تكنيك احنا بنعمل بيه حاجه من البلازما. تمام. البلازما او ميزوثيرابي او ان انا اعمل كولاجين، ده تكنيك انا بستخدمه. أوكي. تمام. طب ايه البلازما الاول؟ البلازما دي انا باخد فصيله دم من الشخص نفسه، بفصلها في جهاز طرد مركزي، وباخد الصفائح الدمويه اللي هي الحاجه اللي فيها جروس اي فاكتور. حلو. دي لو للبشره بتزود الكولاجين وبتحفز الكولاجين في البشره. لو للشعر بتحفز ايه تكوين البصيلات من اول وجديد. طيب انا بعمل البلازما بكذا تكنيك، الديرما رول، الديرما بان، واما انا ممكن اعمل حقن عادي مباشر بسن انسولين. في ناس بتخاف من الحقن فبضطر ان انا مثلا بلجأ لوسيله تانية زي الديرما رول، الديرما بان. اوكي. بس ده بالنسبه. طيب الديرما ممكن تعالج ايه؟ يعني في ناس عندها تحفرات، في ناس وشها بيبقى في اماكن غامقه وداكنه شويه، فعلا بينور الوش تاني، بيخلي الوش يرجع زي بشره البيبي؟ الديرما رول دي ليها كذا مقاس، من اول نص لغايه 2، على حسب المشكله اللي عندي انا بحدد المقاس المناسب ايه ليها. نص واحد ده للريجيفينيشن للنضاره، 1.5 لاثار الحبوب لو عندي سكار، 2 للسلايس او ستريتش مارك. دي بالنسبه للمقاس. لا نقف في النقطه دي، هي ليها علاج فعلا؟ ليها علاج، بس بيبقى ايه لو هي على حسب بيضه ولا حمراء. كل ما لحقناها بدري كل ما كانت النتيجه اسرع. يعني تقصدي ان مش اي حد بيستخدم الديرما بيستخدمها صح، يعني لازم يكون طبيب عارف ليها تكنيك معين، كل مقاس معين ليه علاج حاجه معينه في الوش وعدد الابر بتاعتها. طيب احنا معانا نور. بالظبط. نور انت شايفه ايه اللي محتاج لوشها وعشان ايه هنعمل لها الديرما؟ نور عندها هالات سودا. اوكي. تمام. وعايزه نضاره فشوشه بيل من الاجهاد والتعب. ممكن من الميك اب الكتير، انها تنزل في الشمس من غير ما بتحط صن بلوك. تمام. فعايزه نوع من النضاره ريجيفينيشن. طب جلسه الريجيفينيشن بنعملها كل قد ايه؟ بنعمل جلسه كل اسبوع. تمام. ده بالنسبه للنور. أوكي. ممكن نعمل لها توريد في الشفايف. طيب احنا لو مشينا خطوه خطوه، لو عايزين نعمل لها جلسه النضاره، انا اول ما ببتدي اعمل جلسه النضاره من كام جلسه بحس ان وشي خلاص منور ومش محتاج بقى اللي انا افضل احط في ميك اب واداري كل العيوب اللي فيه؟ تاني سيشن. تاني سيشن؟ تاني سيشن الموضوع بيبتدي يظهر. بالظبط كده. حلو قوي. مين بيجي لك اكتر، البنات ولا السيدات بقى عشان جوزها ما يشوفهاش وهي صاحيه من النوم؟ الاثنين بداوا يهتموا بالموضوع ده. بالنسبه للسيدات عشان لو في رينكلز، تجاعيد، الحاجات دي الديرما بتقللها جدا. بالنسبه للبنات عشان بتكون عايزه وشها نضر، مش عايزه تحط ميك اب كتير، عايزه تنزل الصبح بدري من غير اي حاجه.
طيب في نقطة انت قلتي بقى عليها مهمة قوي وممكن اكون انا مش كنتش واخدة بالي منها، انا كنت بتكلم على الوش، هي فعلا الديرما ممكن تعالج الهالات السوداء؟ في ديرما مخصصة اندر اي تمام للهالات السوداء، بيبقى ليها مقاس معين. أوكي. ممكن نستخدم معاها البلازما وممكن نستخدم معاها مواد تفتيح زي الميزوسيرابي. تمام حلو قوي بالظبط. طيب ايه رأيك بقى نشوف يعني نتفرج كده، انا رحت المركز كوين عايزة اعمل نضارة، فايه اللي بيتم؟ ممكن حضرتك يا دكتور بقى تورينا بقى من اول ما ببتدي اقعد. طبعا احنا حطينا لها يا جماعه الدكتور حاطط لها قبل ما نبدا التسجيل، احنا بنحط بينج اوكي قبل الجلسه بنص ساعه. تمام في بنج اسمه املا، طبعا لو احنا بره مصر نعرف نجيبه، هو قوي جدا. طبعا عشان احنا موجودين دلوقتي بنستعمل بريدوكاين، بنحطه قبل الجلسه بنص ساعه وبننضف الوش خالص. تمام طب في مراكز يا دكتور، ما خلينا نتكلم بصراحه بس مش هنجيب سيره حد، بس في مراكز فعلا بتحط البنج اللي هو مش بيجيب المفعول القوي؟ لا كله بيستعمل بريدوكاين عشان تقدر تستحمل الجلسه. يعني في ناس بقى ممكن تكون في مكان تاني بتحس، فده بيرجع لايه؟ للبنج؟ لا للبنج، وفي مناطق حساسه عن اماكن. فهمتيني؟ فلازم نحط بنج كويس قبل الجلسه بمده كويسه. تمام عشان هي ما تحسش باي عشان حاجه. عشان كده بقى انا حاسه نور مستريحه خالص بقى. بالظبط كده. بالنسبه لنور احنا هنختار لها مقاس واحد. تمام طب ليه اخترنا مقاس واحد؟ عشان نضاره احنا مش عايزين غير ريجيفينيشن. طيب بيبقى في عندي عدد السنون دي بيبقى في عندي 540 و740. تمام أوكي. في ناس بتروح مثلا النت والدعايه والحاجات دي، تروح ايه فاكره ان الحاجه كل ما كانت ارخص كل ما كانت احسن. انا هاجي استعملها بعد جلستين هلاقي السنون بقت تلمع وما بقتش تعمل معايا وبقت ايه تبوظ البشره اكتر، فلازم اشتريها من مصدر موثوق. تمام صيدليه موثوقه. تمام وتحت اشراف الطبيب. بيبقى ليها انواع تيتانيوم او استانلس، طبعا يعني افضل نوع تيتانيوم. السنون يعني السنون دي او الديرما دي لشخص واحد؟ لشخص، ده استخدام شخص. استخدام شخص خلاص. انا بعد كده في ناس بقى ما بيحصلش كده. لا هما في ناس بتشتري الماتيريال بتاعتها مش على كفاءه، فبتيجي تعمل معاكي جلسه او تو سيشن وبتلاقي السنون خلاص باظت منك. باظت. فهمتيني؟ ده فلا اللي اهم ورا الاسعار الغريبه اللي كده. احنا بنسمعها. فاهم حاجه ان الديرما تبقى مكان موثوق تحت اشراف طبيب. تمام تختار المقاس المناسب ليها، ممكن تختار مقاس اي حاجه. تمام بس فهي دي بقى ايه ده الموضوع. طب احنا بنبدا ازاي؟ احنا كده ايه حطينا البنج ونضفنا خالص. النهارده بقى هنشتغل بالديرما على الوش، مش تحت العين. تحت العين انا ممكن احقن. ممكن هنحقن تحت العين ان الديرما بتاعت اندر اي. اوكي مش جدا. في ناس بتعمل تكنيك غلط. يعني في ناس بتجيب الديرما وتعمل تكنيك غلط في البيت، تقعد تعمل كده. دي انا لازم دي امشي مشكلة اللي هو بعمل ستريتش. اوكي زي ما انت شايفه انا مش بضغط قوي. ليه مش بضغط قوي؟ ان انا هدفي ان انا اعمل ريجيفينيشن. تمام طب لو انا عايزه مثلا اعالج سكارز او حبوب تمام او اثار حفر، لا بضغط جامد لغايه ما يطلع ايه سنه من البلد. طب دي سنون دي يا دكتور لو كان في حبوب اللي هي دهون تحت الجلد بتبتدي طبعا الدهون دي تتنتر لوحديها. بستخدم واحد ونص بدل بقى ما افضل اعمل بايدي واحفر، ودي بتعمل بتوسع المسان. بالظبط كده. مشكلة احنا بنستعمل واحد ونص وبنعمل جلسه، بنعمل جلسه كل اسبوعين بالنسبه لاثار الحبوب او لو في حفر. تمام فبيبدا الجلد يقشر وبيبدا انا كده هدفي ايه؟ ان انا بدي اشاره للمخ ان المكان ده يتحفز ان هو يفرز كولاجين. حلو قوي. انا شايفه اصلا يا دكتور انا شايفه ان كمان يعني ابتدت المكان يبقى فيه احمرار شويه، وده فعلا معناه ان هو بيحفز الدم او الكولاجين في المنطقه دي. بالظبط. احنا بقى بنستعمل معاه مواد بحيث ان الجلد يستفاد اكتر. انت لو حطيتي مواد من غير ما انت تكوني مستخدمه الديرما، الجلد بيستفاد اقل من انك انت بتستخدمي الديرما. طب قولي لنا بقى بمناسبه الصيف بقى مراكز كوين بتقدم لنا ايه؟ مركز كوين طبعا يعني انا مثلا دلوقتي اتفرجت، فانا عن نفسي عايزه اروح اعمل مثلا الديرما دي، ايه العروض اللي ممكن استفاد بيها في ايام بقى الصيف بقى وانت عارفه اللي بيروح بقى المركز دلوقتي مش هيروح يعمل حاجه واحده بس. احنا عاملين خصم 10%. تمام بالنسبه للحقن والميزوسيرابي والبلازما واي حاجه تخص الشعر او البشره. حلو جدا. والديرما برضو؟ الديرما بقى هي بتيجي تشتريها من المركز او عايزه تشتريها بره من الصيدليه مفيش مشاكل، بس بيبقى تحت اشراف الطبيب ان احنا نحدد لها المقاس المناسب ونحدد لها المشكله اللي هي ايه بتواجهها. شايفه بيبقى فيه ايه ريدنس واحمرار بسيط بس. اوكي
ولو البشره فيها دهون فالدهون دي بتبتدي تخرج. طب احنا انت عارفه بقى الحاجات التقليديه بتاعت زمان الدكتور، اللي هي الحقنه او الابره اللي بتفضل بقى نضغط بيها على الوش عشان الدهون تطلع. لا لا، احكي لنا ايه مشاكلها دي. احنا بالنسبه للريجوفينيشن الاول، احنا كده عملنا ديرما أوكي. وفصلنا بلازما. البلازما دي احنا بناخد فصيل الجهاز، فصيل الدم من الشخص نفسه، بنفصلها في جهاز طرد مركزي أوكي. بنطلع عده حقن تمام. دول اللي فيهم ايه؟ عوامل النمو تمام. بنبدا بعد ما عملنا الديرما رول اوكي، دي بلازما من جسمها يا جماعه. احنا بنرش من بره أوكي. احنا خلاص فتحنا المسام قبل الهواء، خدنا عينه دم وبعدين حصل فصل البلازما عن الدم، وحاليا في حقن دلوقتي. لا البلازما. انا كده انا مفتحه المسام بالديرما رول فمش هحقن. اوكي، بيبدا الجلد يستفاد اكتر. طب البلازما هتدخل ازاي؟ انت الديرما سنون بتفتح يعني المسام. حلو قوي الحركه دي، يعني احنا بنخلي الماده على الوش. ده بالنسبه للناس اللي هي بتخاف من الحقن. ما انا قلت لك البلازما ليها ثلاثه تكنيك، يا اما ديرما. انا شفت الحقنه، اصل اللي هيشوف الحقنه هيفتكر برده ان ده سن. لا، يا اما ديرما بان. الحقنه دي ما فيهاش سن مبدئيا يعني. يا اما ديرما بان، يا اما ديرما رول تمام، يا اما ان انا بستخدم الحقن المباشر. الحقن المباشر هعمله على اللبس دلوقتي. حلو جدا. في ناس تيجي تقول لي لا انا بخاف من الحقن، انا بخاف من الشكشك، انا عايزه ديرما رول. انا بحط الماتيريال على الوجه وبعدين بالديرما. بالظبط كده. فطبعا هيشرب كل الماتيريال دي. طب في ناس تيجي تقول لك الديرما رول احسن ولا الديرما بان؟ الديرما رول هي ارخص، الديرما بان اقل الم. أوكي. دي ده الفرق ايه ما بينها، ولكن النتيجه واحده. احنا كده عملنا بالديرما الوش وبعدين حطينا البلازما. مش حقن يا جماعه، البلازما حطيناها بس كده على الوش. وبعدين بعد ما حطينا البلازما على الوش ابتدينا نشتغل بالديرما، فالبلازما هتتشرب، الوش هيتشربها كده. للناس اللي هي مش حابه تعمل حقن، في ناس بتخاف من الحقن بس جديده بقى دي يا دكتور. انا عن نفسي عجبتني جدا، لان انا فعلا واحده بتخاف من الحقن وبتبقى حابه طبعا هي تعمل نضاره. في ميك اب كتير، بنتعرض لاضاءه كتير، في بلد شويه بيطلع تمام. ده عادي خالص. حلو قوي. بعد الجلسه ما بتتعرضش للشمس. ممكن تحط سان بلوك وهي مروحه تمام. أوكي. ممكن تحط مضاد حيوي لمده يومين. كريمات بسيطه يعني. أوكي. حاجات بسيطه. بيحصل اي التهاب؟ هتحس بعد ثالث يوم انها حاسه ان وشها نضر ومش بيل ومش محتاجه تحط ميك. بس طبعا لازم تواظب على الايه السيشن. لو كل اسبوع عملت بصي في جلسه سن بلد بسيطه. احنا كده حفزنا الكولاجين. انا كده شايفه ان في تفتحات المسام، فهتستقبل البلازما وهتمتصها طبعا بصوره حلوه. نور، انت حاسه بحاجه يا نور؟ لا خالص. لا خالص، معنى كده ان البنج حلو. اصل دي سنون يعني. هو عامه يا جماعه، هو انا خليني اقول كلمه كده يا دكتور، انا لو خايفه من الحقن فهي الحقنه بتبقى سنه واحده بس. أوكي. في ناس بيبقى بشرتها حساسه، لكن هي سنون وهي مش حاسه، فمعنى كده ان البنج ده طبعا ممتاز طبعا. يعني في ناس بشرتها حساسه فبتزرقها عن طريق الحقن، فبيبقى الديرما برضو افضل ليها. حلو جدا. طبعا لو احنا عندنا مشكله اثار حبوب او سكورز او حفر او كده، طبعا بنستخدم مقاس 1.5 تمام. وبتبقى الضغطه اقوى من كده. اوكي. طب اللي عنده بقى اثار الحبوب، يعني مثلا بعد الحبوب كانت حبوب مثلا بصوره كبيره فحصل تحفرات، حصل بنعالج الحبوب الاول بادويه. وبعد كده بنوقف الادويه ونعمل الديرما رول او العلاج اللازم او فراكشن ليزر او ديرما مان على حسب الحاله اللي هي متوصله. لو في مكان داكن يا دكتور، يعني غامق عن باقي الوش، يفتح برضه بجد مواد مفتحه ميزو سيرابي جلوتاثيون تمام. او فيتامين سي مع الديرما رول. دي حاجات سهله بقى. انا طيب، احنا دلوقتي اولا بنشكر مركز كوين طبعا. اهم حاجه ان هو مش جاي لنا بحل واحد. اولا احنا بنشوف على الهواء ايه اللي ممكن يحصل معاكي، او ايه اللي هيتم داخل مركز كوين، خصوصا ان احنا بنقول ان احنا في ايام الصيف الميك اب الكتير. يعني انا لو انا ما كنتش عندي هواء او انا ما كانش عندي شغل، اكيد مش هبقى مضطره ان انا احط كميه الميك اب دي كلها، خصوصا ان انا ببقى عايزه انزل بطبيعتي. الشمس كده كده بيسيح اي ميك اب، بيبقى شكلنا وحش قوي على فكره. فلما اكون عندي نضاره في وشي
وشي، فهيبقى في ثقه طبعا زياده يا دكتور. بالظبط. بتفرق يعني بعد كام جلسه بتجيلك البيشنت مبسوطه او بتشوفيها جايلك من غير ميك اب بقى تاني سيشن بتحسي بايه بقى؟ وهي بتبقى جايه في وشها مش بيل، في سنه وردي كده تمام، وخصوصا بقى لو الشفايف. احنا مثلا لما نيجي نحقن اللبس دلوقتي احنا دلوقتي هيبقى في حقن توريد بنعمل معاها كونتور بس بيفضل معاها يومين. اوكي. بيفضل قد ايه بقى الحقن التوريد والكونتور؟ الكونتور بيفضل معاها يومين، ده مش فيلر تمام. بس في ناس بتيجي تقولك انا خايفه من الفيلر يبقى عليا شكله وحش. طب هو في حاجه بديله ان انا مثلا اقعد بيها اسبوع ولا كده؟ ساعات بعمل لها البلازما تكنيك ان انا اعمله في فيلر بحيث انها تشوف شكلها. يعني احنا دلوقتي بنحقن لها بلازما، بحقن بلازما كتوريد وان انا بديها سنه فوليوم. اوكي. بتشوف بقى شكلها، لو عجبها شكلها بتبتدي تحقن الفيلر. بالظبط كده. طبعا احنا عارفين ان البلازما دي من جسمك، يعني هو عامه مفيش اي حاجه خارجه داخله عن جسمك او اي حاجه جسم خارج، لان احنا بنسحب، الدكتور سحبت قبل الهواء كميه معينه من الدم، وبعدين في جهاز بيتحط فيه الماده دي بتعزل البلازما عن الدم. و طب خلينا نسال بقى سؤال ممكن حد يساله، لو حد عنده مثلا نقص في الفيتامينز او عنده انيميا، البلازما ملهاش اي اضرار خالص حتى أوكي. على الحامل، لانها من فصيله الدم نفسه ومن نفس الشخص. فالبلازما ملهاش اي سايد افكت خالص. حلو جدا. طيب احنا كده عملنا توريد الشفايف، عملنا ديرما للفيس كله. هي الحته دي عندها غامقه شويه، ممكن استخدم الحقن المباشر. اوكي. معنى كده ان انا لو في مكان غامق وحقنت فيه البلازما هيفتح، نتيجته بتبقى اسرع. طيب في ناس بقى بتبقى عندها المشكله دي من هنا كده، ده غمقان اواخر الخدود برضو بتبقى غامقه، او بيبقى بعد الحمل بيبقى كلف. بنستعمل البلازما مع مواد مفتحه ميزوسيرابي، بعمل ميكس بين الميزوسيرابي والبلازما. يعني في مواد مفتحه؟ مواد مفتحه دي الميزوسيرابي. جايبه مفاجات كتيره مركز كوين النهارده يا جماعه، جايبه مفاجات كتير. طب معنى كده ان انا ممكن استخدم البلازما والماده اللي هي بتفتح دي في اماكن تانية في الجسم؟ المواد المفتحه لا، لو كتفتيح مثلا اماكن حساسه او اي اماكن بتبقى مثلا ماسكات او تقشير. اوكي. بيختلف. أوكي. لكن بالنسبه للبشره ان احنا بنعمل اللي هو الميزوسيرابي، بنلجا للميزوسيرابي او البلازما مع الديرما تمام، وممكن نعمل اللي هو الايه التقشير. هو انا حاساها اصلا من سيشن واحد واحنا قاعدين، وطبعا انت مش واخده راحتك طبعا، لان انا عماله اكلمك واسال، عايزه اسال في حاجات كتير قوي. انا حاسه برده وشها اختلف تماما، يعني كان الوش شويه فيه يعني كم مصفر، خلينا نتكلم بصراحه. هو احنا كده حقنا البشره والايه الشفايف. طب ايه التعليمات اللي احنا بنعملها؟ في مثلا هنا ايه التعليمات اللي احنا بنعملها بعد السيشن؟ ايوه. ايه التعليمات اللي احنا بنعملها تحت السيشن؟ انا كده خلصت السيشن. بس بنعمل شويه مساج في الاخر. طبعا ما بنغسلش وشنا غير بعد 4 ساعات. مساج برضو بالبلازما، الماده اللي هي البلازما. بنغسل وشنا بعد 4 ساعات. اوكي. بعد ما بتروح الاول اروح ما اعرضش بشرتي للشمس. بالظبط، بيكون معاها الصن بلوك بتاعها، واحنا بنقول لها التعليمات قبل ايه ما تيجي. تمام. حضرتك بتعملي كده مساج للبشره. بس ايه الدنيا بتظبط على خفيف عشان ايه جلدها ملتهب. بعد ما بتروح بتغسل بشرتها تمام، وبعد ال4 ساعات بتبدا بقى تدهن المضاد الحيوي لمده يومين، وتباشر عادي لمده اسبوع، تصحى تاني يوم تحط الصن بلوك بتاعها. ولا كريمات بقى يا جماعه؟ ولا نفضل شهر ولا شهرين نفضل نحط في كريمات ونشوف النتيجه ونراقب نفسنا في المرايه؟ هو سيشن واحد واحنا قاعدين الوش. طب بالنسبه بقى للشعر خالص دلوقتي، مشاكل الشعر في مشاكل؟ طيب احنا بقى بالنسبه للشعر اكيد لازم نركز، بس هناخد فاصل ونرجع تاني. تمام اعزائي المشاهدين، خليكم معانا فاصل، ما تروحوش في اي حته عشان هنشوف ايه مشاكل الشعر وايه علاجها. ولسه مكملين معاكم فقرتنا، ومركز كوين النهارده مقدم لنا يعني حاجات كتير قوي جديده ومهمه، خصوصا ان احنا حالا هنتكلم في مشاكل الشعر اللي هي بتقرق ناس كتير قوي. كلنا بنشتكي من الشعر، ايه الحل الامثل لمشكله الشعر؟ ده اللي نعرفه من دكتوره ميرال كمال، اخصائي التجميل واذابه الدهون بمركز كوين. اهلا بيكي يا دكتور. ازيك؟ عامله ايه؟ الاخبار؟ دايما بناخد منك كل شيء جديد.
بس احنا بقى معاكي دلوقتي هندخل في الجد على طول. دلوقتي قدامنا كيس، احنا المفروض نعرف الاول مشاكل الشعر عشان نعرف نحدد العلاج المناسب ليها. حلو قوي. مشاكل الشعر يا اما وراثيه، تمام، يا اما ايه مرضيه، يا اما ايه اسباب طبيعيه. أوكي. انا لو صحيت الصبح ولقيت عادي شعري بينزل 100 شعرايه في اليوم، ده التساقط الطبيعي للشعر، ما قلقش. 100 شعرايه في اليوم ده العادي للشعر؟ ده العادي الطبيعي. أوكي. طب ايه الامراض اللي عندي؟ انا ممكن اصحى من النوم الاقي حته ايه فاضيه خالص. حلو. دي اسمها تعلبه، تمام، ده بيبقى من ضغط نفسي ومشاكل نفسيه قبلها ب 40 يوم. حلو بقى. طب في مثلا بلاقي مثلا حته فاضيه زي كده، تفتحات شويه من استشوار، الفتحه دي وسعت شويه، استشوار، عمايل بروتين غلط بطريقه غلط، بتتعامل مع الشعر بطريقه غلط، فببدا ايه الحقه. اوكي. كده لما باجي الحقه ايه الحل المناسب لي؟ ان انا بعمل جلسات بلازما. البلازما دي هنطلب من نور توطي شويه، نور تورينا هي فعلا ظاهره جدا مع ان شعرها بقى حلو، بس احنا قلنا المنطقه دي هي كده بتلحقه في الاول، لو هي سابته بعد كده هتلاقي المنطقه دي وسعت عندي، تمام، فبحتاج جلسات اكتر، وبحتاج ان انا اعمل كومباينيشن بين الميزوثيرابي والبلازما. لكن كده انا بعمل بلازما، البلازما فايدتها للشعر انها بتنشط البصيله، هي البصيله موجوده مكانها بس المكان وسع، فلما بتنشط البصيله تاني فبتحافظ ايه على البصيله وجودها ويكتر. المكان واسع يعني هي فقدت الغذاء المناسب بتاع المكان ده. بالظبط. انا برجعه لها بقى تاني. طيب انا بحقن الشعر ازاي؟ في ناس عندها تكنيك انها تحقن الشعر ورا. غلط. انا هرمونات الذكور عندي ايه قدام، فانا بحقن الجزء اللي ايه اللي قدام. يعني لو رحنا اي مكان ولقينا الدكتور حقننا ورا، اعرفوا ان دي معلومه غلط تماما. تيجي البيشنت تقول لي انت حقنتيلي ده بس، طب ورا انا بحقن ده اللي فيه هرمونات الذكور بتاعتي. اوكي. طيب البلازما احنا خدنا منها عينه، خدنا منها عينه وفصلناها في طرد مركزي، جهاز طرد مركزي، وخدنا الايه الجروس فاكتور، تمام، اللي هي الايه البلازما. يعني احنا بنحقن لها ماده من جسمها. بالظبط كده. اهم حاجه في البلازما، في انابيب مخصصه للبلازما وفي انابيب عاديه. الانابيب المخصصه للبلازما دي بتزود الايه الصفائح الدمويه. في اللي هي الايه الانابيب العاديه دي مش بتزود الصفائح الدمويه خالص. عشان كده تلاقي في اماكن مراكز البلازما عندها رخيصه ومراكز البلازما عندها ايه. انا فهمت. فانا كده واخده الماتيريال اللي هي من جسمها فقط لا غير. طب احنا حطينا لها مخدر يا دكتور او بنج قبل ال بنحط سبراي رش. انا مش حاسه يعني، او انا شايفه مش حاسه. انا شايفه ان نور مش حاسه بحاجه خالص، صح يا نور؟ حاسه باي حاجه؟ اتكلمي بصراحه يعني، احنا خلينا نفتن على دكتوره ميرال. لا خالص خالص. لا هي البلازما غير مؤلمه خالص بجد، عكس الميزوثيرابي. الميزوثيرابي مؤلم. هي في ناس اول ما بتشوف موضوع الحقنه، هو عامه بتشوف الحقنه بتفتكر بقى ان هي يعني هتحس بالم رهيب ومش هينفع تعمل حقنه، تقول لك انا بخاف. طب ليه ما اعملش ديرما مثلا رول في الشعر؟ يعني في كذا طريقه. لو انا جيت عملت ديرما رول للشعر، في دكاتره انت هتيجي تعملي كده الديرما رول هتلاقي في شعر شبك في السنون. اوكي. فخدت شعر معاها. اوكي. فغلط جدا ان انا اعمل ديرما رول للشعر خالص، يعني اي دكتور بيعمل ديرما رول للشعر ده غلط خالص. ممكن استخدم حاجه اسمها الديرما بان، دي امن حاجه لو المريض يعني مش عايز. يعني لو ديرما رول للشعر دي معلومه غلط او ده استخدام غلط، انها بتاخد بعض بصيلات الشعر معاها حتى. طيب. لو كانت مخصصه للشعر. ولكن في نوع اسمه ديرما بان. ده دي عباره عن سنون شكشكه، فبفتح المسام، لكن مش حاجه ان انا ايه بمشط بيها. صح. وانا لو فضلت رليت بحاجه كده ما انا هاخد فعلا الشعر معايا. بالظبط. انا هقطع الشعر اكتر. انت تخيلي مثلا دي الديرما عندك وانت جيتي عملتي كده، فهتلاقي الشعر شبك على الايه السنون نفسه، فتقطع اكتر، فانا ما عملتش حاجه. حلو جدا. احنا رشينا سبراي قبل الجلسه بنص ساعه، حاليا الحاله مش حاسه باي حاجه خالص، وده عشان خاطر التفتحات اللي هي بتحصل مكان ما ارهاق، عدم عنايه بالشعر، نقص فيتامين. الجزء ده عندها فاضي خالص برضو، هي لحقته قبل ما يسرح منها خالص. طب لو العامل وراثي يا دكتور، يعني في ناس بتستخدم اوكي يعني بيبقى عندها اعتناء ببشرتها وشعرها، لو هو صلع خالص احنا بنعمل حاجه اسمها زراعه شعر. تمام. أوكي. لو المكان فاضي بس البصيله لسه موجوده، فانا بضطر اعمل كومباينيشن بين البلازما والميزوثيرابي. ليه؟ الميزوثيرابي نتيجته سريعه جدا بس نتيجته مؤقته. أوكي. البلازما نتيجتها بطيئه بس ممتده المفعول. ولكن الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض لو المكان عندي واسع والبصيله لسه موجوده ما ماتتش خالص، فبيجيب نتيجه. حلو جدا. بنفضل نحقن بقى في المنطقه اللي قدام كلها. بالظبط كده.
طيب احنا بنحقن قد ايه بقى يا دكتور؟ يعني مثلا هي جت دلوقتي عملت السيشن ده، بناخد دم 10 سنتي نفصلها في اربع انابيب، بتطلع لي ست حقن، ده مقدار مناسب جدا. تمام، في الجلسه الواحده. في الجلسه الواحده. طيب انا عملت الجلسه وروحت، المفروض ارجع اعمل الجلسه الثانيه امتى؟ اول حاجه لما بتروح ما بتغسلش شعرها غير بعد تاني يوم. لو انا بعمل بلازما 3 اسابيع، لو انا بعمل ميزو سيرابي بعملها اسبوع. طب لو انا الحاله عندي فيها فراغ كبير بعمل ايه؟ بحقن الاول الميزو سيرابي وبعد كده بحقن البلازما، يعني بحتاج مثلا 12 ميزو سيرابي و4 بلازما، لكن حاله زيها 6 بلازما هتبقى كفيله بال. طب لو 6 بلازما بقى، خلينا نتكلم بالصح، لو 6 بلازما انا هلاقي المكان ده اللي هو واضح قوي اختفى؟ اختفى، يعني بقى اتملى بالشعر. بس هي الفكره ان العيان عايز يجي يتحقن النهارده يروح، انا لسه ما طلعليش. لا انا مستحيره. لسه ما طلعليش شعر. انا مستحيره يا جماعه. هي البلازما نتيجتها ممتده المفعول. في ناس تيجي تعالج وتحط مواد ميكسودين فبتطلع الشعر بسرعه. بعد كده الشعر يقع. انا بحييكي على المعلومه دي، لان الشعر بعد ما بنوقف الماده دي الشعر بيرجع يقع تاني. فالدكتور ما تخلوش حد يا جماعه يضحك عليكم. البيشنت يجي يقول لي انا حقنت مره بس شعري طلع، بس انا اول ما سبت الدكتور شعري وقع. طب ما الفلوس اللي انت كنت هتدفعها اوريدي، طيب ما تدفعها في حاجه انضف وحاجه عارفه معاك وتجيب نتيجه. لكن الناس بتجري على العروض للاسف. للاسف مركز كوين بيقدم بقى ايه مثلا لكل الناس اللي حابه تروح دلوقتي تعمل حقن البلازما يا دكتور؟ احنا عندنا جلسه فيس بلازما وعليها جلسه شعر هديه. اوكي، يعني جلسه بلازما للفيس وعليها جلسه بلازما للشعر هديه. حلو جدا. بعد كده بنبدا ننشط الشعر. في حد ممكن يكون محتاج مع الجلسات دي ياخد علاج، يعني ياخد فيتامين؟ اول حاجه هي المفروض تعملها لما اجي اروح البيت، انا هلم شعري على خفيف كده. اوكي، في ناس تيجي ايه شده الشعر خالص فتروح ايه نحلق. طب لما اجي اسرح الشعر ما ينفعش اسرحه وهو مبلول؟ لو هو مبلول هسيبه شويه ينشف، وبعد كده بمشط خشب انا هبدا من تحت لفوق. يعني ما احاولش افضل اشد في شعري، لان انا الجزء اللي قدام ده عندي حساس شويه. هو ده اللي ضعيف. بالظبط، هو ده اللي ضعيف، فحافظ عليه. فانا ايه ببدا من تحت وبكون ماسكه الجزء، وبعد كده انقل الجزء اللي بعديه، وبعد كده ايه للجزء اللي فوق. اوكي، بستعمل سيرم ومرطبات للشعر وشامبو. حضرتك اللي بتكوني قايله عليها. وكل شعر بيختلف عن الايه الشعر التاني، في شعر فيه قشره، في شعر ما فيهوش قشره، فايه كل شعر بيختلف عن الشعر التاني. في ناس تيجي ايه، انا صاحبتي راحت عند الدكتور وجابت روشته تروح جايبه نفس الروشته. بالظبط كده، فده غلط جدا. يعني انا اروح الم شعري بالراحه؟ هتلمي شعرك بالراحه في نفس اليوم. لو هي حتى محجبه بتبقى الطرحه بتبقى قطن، بتبقى اطاريه على الشعر. أوكي، ما تكتموش قوي تحت الطرعه. تحت الطرحه عشان بتخلي الموضوع المنطقه دي بتصلع، ما بتتنفس. بالظبط كده. أوكي، بسبب موضوع الشد. أوكي، لازم لما تبقى في البيت حتى لو هي في البيت تسيب شعرها ايه يفك شويه، ياخد نفسه شويه. حلو قوي. طيب احنا بنشكرك دكتوره ميرال. نصيحه بقى لكل السيدات وكل البنات اللي حابه يعني تاخد منك بقى معلومه، احنا قلنا احنا في فصل الصيف، ما تتاخرش عن المركز. ايه اللي بيقدمه لنا المركز؟ في علاج فعلا لكل مشكله في الجسم ولا الوش والبشره بس؟ احنا بالنسبه ان احنا في فصل الصيف اهم حاجه لازم بنصح اي حد ان هو يهتم بالسان بلوك الفتره دي. اوكي، السان بلوك ده بيحمينا من اشعه الشمس. انا عندي نوعين من اشعه الشمس، اشعه حمراء واشعه ايه فوق بنفسجيه. الحمراء دي مفيده لينا، أشعة فوق البنفسجية دي بتسبب تجاعيد وبتسبب ايه اسمرار. فأنا لازم أختار السان بلوك. طب أنا بختاره على أي أساس؟ أنا بختار مثلا لو البشرة الدهنية ليها نوع، لو البشرة الجافة ليها نوع، إن كان جل أو كريم. فأنا لازم أهتم. والإس بي إف اللي هو عامل الحماية بيبقى قد ايه؟ طب ايه رأيك نختصر لهم ونقول لهم احنا لازم نروح للدكتور الصح في مراكز كوين طبعا، وهو يقول لنا احنا نمشي على ايه عشان ما نلخبطش بقى وما نغشش بعض. بشكرك جدا طبعا، وبشكرك ان انت طبعا على الهواء مباشره وريتينا ايه اللي ممكن يحصل معانا واحنا في مركز كوين. طبعا ده شرف لينا طبعا كبير جدا. بشكرك يا دكتور على وجودك معانا. نشكر دكتوره ميرال كمال اخصائي التجميل واذابه الدهون بمركز كوين، وانا كمان بشكركم، اشوفكم على خير ان شاء الله. وكمان بنشكر طبعا اكيد نور.